الرياء حكم الرياء أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. يلقور سند ببرات تقرو رياء دبقت بولدكين أوزن نيجزن كتير شرك بالسبترات بروح شون شرك كذا برب خلاص ممكن. هو من أخلاق أهل النفاق. نيجزن بول هيك جزء منافق تاردن عادب ترنن خوك من أوزن. ما هو الرياء؟ يعني يلقور سند برياء دكين بولمنا. يعمل عمل حتى يراه الناس. بول ببرات تغلط برمال تغلط عدم در عن قرش شون. يعني يصلي حتى يقال عنه المصلي. مثلا نماذج قوي تعال ترى له نماذج قوي شو ذي بايت شون. أو يعمل عمل حتى يسمع به الناس. جو بس بير عدم دغلط عن عمل دغلط عن تعال ترى له عدم در قرش شون. ما هو علاج الرياء؟ يعني وشون ذي رياء أنا يلقور سند بقولون دار له إنه جل غنداي. الأول دراسة التوحيد. بيرنشي جولو بولدكين توحيد الله خن جل غزدك نخو. لأن بدراسة التوحيد تعظم الله. أن كنا توحيد الله ختم جلزنا نقصا الله خالقنا عنده ونو تعزيم بولد فايدة بولد. وإذا عظمت الله لا تبالي بأحد في دين الله. إذا سين سند الله خالقنا تعزيم بولسو سين باشقا برولر كقولوا برايسن. الثاني الدعاء. يكنتي جولو بول دعاء دعاء من الله خير له. الثالث تحرص دائما على إخفاء الأعمال قدر المستطاع. üçüncü sebebi العبادات. Sebebi sen ibadetlerinde, yaşlılık işlerinde kolundan gelse yaşırın atkıran hareket kıl, yaşırın. لا تترك العمل خوفا من الرياء. انتبه. Cana giyinki sebebi sen degen bir amaldı, ibadattı. Şu riyaga el görsün dep kılıp kalığa düşüp kala kalbayın dep korkup taştap salba amaldı. لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب ترك الأعمال. Анткени шайтандын максаты эмне болот? Сени же рияга чүргүсү келип атат, же болбосо сен сени эмне ошол ибаратты таштаткысы келип атат. Турат салли салли вала алейка би ахад, амма ан татрук ас-салах хатта такул ла урид ахад якул анни ау рия ла ла тафтах хаза аль-баб. Сен эгерде намаз окуган аткан болсоң, намаз окуй бер, адамдарга көңүл бурба. Ал эми намаз окуган аткан болсоң, кой мен намаз окубай эле коёюн. Азыр мен ага мүмкүн эл көрсүн деп кылып атам бы кандай деп таштап койсоң жок мындай болбойт таштабашың керек. لأنه لا ينفتح علينا هذا الباب لا أحد يصلي بالناس صحيح. Эгерде бул эшикти биз ачып кое турган болсок анда эмне болот? Анда адамдарга эч ким анда намаз окуй калат имам болуп чыкпайт мисалы эч ким. لا أحد يطلق اللحية. Анда эч ким анда сакал койбой калат. لا أحد يطلب العلم. Эч ким илим албай калат шариат илим. لا أعبد الله ولا عليك بأحد. Жок айтабыз эмне сен Аллахка ибадат кылгыны жана эч кимге көңүл бурба.